بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ما بنحكم عن Classification of Geothermal Systems اللي هنها تصنيفات أنظمة الأرض الحرارية. طبعا أنظمة الأرض الحرارية أو طاقة الأرض الحرارية نجدوها في أماكن سهلة الوصول، أماكن فيها تجمعات سكنية، وأيضا نجدوها في أعماق المحيطات، في أماكن فيها سلاسل جبلية وتحت الجليد، يعني في الأقطاب، والعديد من الأنظمة من أنظمة الأرض الحرارية مازال ما استكشفتش، لأن في أنظمة مازال ما لهاش أي دلالات على السطح، تحتاج استكشافات سب سيرفس، ندير دراسات على سب سيرفس نستكشفوا لو فيه طاقة حرارية أو لا. لكن الأماكن اللي نلقى فيها دلالات على السطح فهذا دليل مباشر على أن في طاقة حرارية في المنطقة دياهي، ومباشر الاستكشاف متاحة مباشرة. عندنا بعض المفاهيم لازم نعرفوها. أولا عندي جيوثيرمال فيلد، حق طاقة الحرارية أو حق طاقة الحرارية الأرض. جيوثيرمال فيلد هو تعريف جغرافي بمعنى الأصح، ويدل على منطقة يوجد فيها نشاط حراري للأرض، إما يكون على سطح الأرض، أو في حالة أن النشاط الحراري هذا ما هوش متكشف على سطح الأرض وهو موجود كمكامن أو كجيوثيرمال ريزرفوار تحت سطح الأرض، فالمنطقة اللي يتواجد فيها هذه الريزرفوارز أيضا نطلق عليها جيوثيرمال فيلد. كيف نشبهها؟ كيف بالحقول النفطية؟ الحقول النفطية، المكامن النفطية موجودة تحت سطح الأرض، ولما نكتشفوهن يطلق عليه حقل معين عند اسم، فنقول عليه حقل نفطي، وهذا نقول عليه جيوثيرمال فيلد، حقل طاقة حرارية. جيوثيرمال سيستمز، مفهوم الثاني جيوثيرمال سيستم. المصطلح هذا يشير لكل أجزاء الهيدرولوجيكال سيستم انفولفد، يعني نظام الطاقة أو الطاقة الحرارية لها ريتشارج زونز، يعني أماكن شحن الطاقة متاعها. هذه الطاقة دي من جاية من مواد، من الصحراء، من مياه هاربة من الماجما، يعني أو إن هي جاية من مياه تترشح تحت سطح الأرض، إلى سطح الأرض قادمة من تدفقات مائية من أمطار، تترشح وتجد طريقة إلى تحت سطح الأرض عن طريق التشققات، وتصل الأماكن الحارة وبهذا تسخن وتطلع من جديد. فالعملية هذه نسمو فيها ريتشارج، عملية شحن. أيضا كل الأجزاء الثانية اللي متعلقة بالسيستم زي الأوت فلو ونظام تدفقها للأعلى، يعني نظام شحنها، نظام تدفقها كيف إنها تطلع للأعلى، كيف الينابيع الساخنة، زي ما قلنا الجيسرز، وزي ما حكينا أخرى الهوت سبرينج والأشياء هذه. المفهوم الثالث هو جيوثيرمال ريزرفوارز. طبعا هذا يدل على الجزء النفاذ والساخن من الجيوثيرمال سيستم اللي يمكن استغلاله كطاقة حرارية. إذن Classification of Geothermal Systems، طبعا في تصنيفات عديدة على أسس معينة. هذا يعني أنسب تصنيف للجيوثيرمال سيستمز. الجيوثيرمال سيستم تصنف، طبعا نلاحظوا أن هذه التصنيفات الأساسية الرئيسية فقط، كل تصنيف من هذه التصنيفات مازال عنده سب جروبس، سب تصنيفات أخرى، سب كلاسيفيكيشن تانية. فنتعرف على التصنيفات الأساسية. التصنيف الجيوثيرمال سيستم ممكن نصنفه على أساس الجيولوجيكال سيركمسيس أو البلي تايب، الوضع الجيولوجي، الوضع التكتوني. ممكن نصنفه بناء على التمبرتشرز، درجة الحرارة، على الانتروبي اللي هو إجمالي الطاقة الداخلية للنظام وناتج الضغط والحجم من هذا النظام، بناء على الإكسيرجي اللي هي كمية الشغل اللي ممكن يديرها النظام لما يقعد في حالة توازن تيرمو دينامكس مع البيئة المحيط بها أو البيئة الموجود فيها. التصنيف الأخير بناء على United Nations Framework Classification for Resource، يعني منظمة United Nations ذات تصنيف للمصادر الطاقة بشكل عام. طبعا الهدف من التصنيف هو
أو للسيل عمل مقارنة بين الأنظمة، أنظمة الجيوثيرمال سيستمز، أيضا يساعد في عملية اختيار الوسيلة المناسبة للاستكشاف وتطوير مصدر هذا الطاقة. لما نعرف التصنيف متاعه شنو هو بناء على التصنيفات الرئيسية دينا، نعرف كيف نستغله، كيف نستكشفه ونستغله، لأني عارف الظروف المحيطة بهذا المصدر. التصنيف الأول على أساس الجيولوجيكال سيركمستنسز أو في قوسين البلي تايب. البلي شو المقصود بها؟ البلي قبل ما نطرقوا إلى التصنيف، البلي المقصود بها إن هي جروب أوف فيلدز أو بروسبكتس في نفس المنطقة، يعني مجموعة من الحقول زي ما نقولوا الجيوثيرمال فيلدز أو بروسبكتس اللي هي الأماكن المفترض أو المتوقع وجود فيها الطاقة في نفس المنطقة محكومة بنفس الخصائص الجيولوجية. هذا هو المقصود به البلي. فالباحث اسمه في باحث اسمه مويك في 2014 قام بنشر تصنيف للجيوثيرمال سيستم بناء على الجيوثيرمال بلي تايبس. قام الباحث هذا بتصنيف الجيوثيرمال سيستم على أساس Conduction Dominated System و Convection Dominated System. Conduction Dominated اختصارها CD و Convection Dominated اختصارها CD. طبعا Conduction والConvection هي طرق من طرق نقل الحرارة. فالعالم هذا قام بنشر تصنيف بتاعه أو بشرح التصنيف بتاعه على أساس طرق نقل الحرارة. بالنسبة للConvection تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات 3 subgroups. نفس الشيء كذلك بالنسبة للConduction. الكونفكشن أول شيء فيه هو ماجماتيك، ويكون فيه مصدر حرارة وجود ماجما أو سوائل حارة موجودة على أعماق ضحلة. الشيء الثاني هو بلوتونيك. بلوتونيك هو وجود صخور نارية أو متحولة كريستالايز انتروسيف باديز حتى هي تكون قريبة من سطح أو قريبة من أعماق ضحلة، ويمكن العكس تكون على أعماق بعيدة شوية على عكس الماجماتيك سب جروب. النقطة الثالثة هي Fault Controlled in Extensional Domains، يكون فيها مصدر حرارة هو ارتفاع للمواد المصهرة من طبقة الماجما من طبقة المانتل، وكذلك الفلويد سيركوليشنز حدوث الفلويد سوائل، يعني دورة السوائل في الديب فولتس اللي تكونها ليا السيستم هذا اللي هو Fault Controlled in Extensional Domains. يعني fault controlled extension means يعني القشرة الأرضية لما تتعرض لشد قوة شد في اتجاهين متضادين حيصير فيه سقوط في المنطقة دي وتكون نظام faulting. حيتكون نظام faulting يسموه فيه rift fault or extensional fault أو rifting basin. فنتيجة لسقوط الطبقات هذه نتيجة للقوة الجاذبية فحيتم خروج مواد مصهرة عن طريق الفولت سيستم الموجود عندي. يعني هي ناتجة من إيش؟ ناتجة من طبقة المانتل اللي هي موجودة تحت منها، فحتخرج المواد والسوائل الحارة والماجما عن طريق هذه الفولت سيستمز. نجي للكوندكشن دومينيتد سيستم. طبعا أول شيء فيها هو انتراكراتونيك بيزنس. انتراكراتونيك بيزنس عندنا لها مثال هو غذامس بيزن ومورزوك بيزن في غرب ليبيا. بيزنس انتراكتونيك بيزنس هو حوض عادي مملوء برواسب موجود في الكراتونيك اريا، مملوء برواسب طبقات رسوبية تكتسب حرارة. هذه الطبقات الرسوبية تكتسب حرارة من صخور البيزمنت ستروكس الموجودة في الأسفل. أوروجينيك بيلت أو فور لاند بيزنس، الحرارة في هذه المصدر الحرارة هي يكون موجود على الألواح القارية نتيجة لوجود subduction zones بسبب غطس اللوح المحيطي تحت اللوح القاري على افتراض أن هذا هو اللوح المحيطي وهذا هو اللوح القاري. فيقتص اللوح المحيطي إلى أسفل اللوح القاري وبالتالي يصير عملية partial melting وتخرج المواد المصهرة على هيئة إيش؟ براكين في الجزء الموجود عندي الرياهي. البيزمنت كريستالين روكس هي صخور نارية أو صخور متحولة فيها fractures لكن ما زالت البرمابيليتي والبورسنتها ضعيفة زي مثال صخور الجرانيتية.
نستفيد من هذه الحرارة بعدين عن طريق حاجة سموها فيها Enhanced Geothermal Systems، وحنطرق لها في المحاضرة التالية. طبعا النظام هذا هي نظام التصنيف على أساس الجيولوجيكال بلي تايبس له بعض العيوب. أولها أن within a single play within a single play the individuals geothermal reservoirs can have a wide variety of characteristics. يعني يمكن في حقل one geothermal field اللي مفروض أن كل الريزرفوار تكون محكومة بنفس السيتينجز، هذه الريزرفوار فقط ريزرفوار واحد أو individual geothermal reservoirs يمكن يظهر لي تفاوت في الخصائص عن إيش؟ عن باقي الريزرفوارز الموجودة عندي في الحقل الضيق. الشيء الثاني هو الوجود رقم هو وجود أعداد من الجيوتيرمال ريجونز. جيوتيرمال ريجونز يعني منطقة تحتوي على العديد من الجيوتيرمال فيلد، يعني ريجونز معين يوجد فيه عدد كبير من إيش أو عدة أنواع من الجيوتيرمال البلي تايب، ففي يصير فيه بعض اللغط أو بعض الكونفيوزنج في خلال النقطتين هذين. النوع الثاني في أنواع التصنيف هو التصنيف وفقا لدرجة الحرارة. تعتبر درجة الحرارة هي أكثر الأنواع استخداما أو تطبيقا في تصنيف الجيوتيرمال ريزيرفوارز، وذلك لأن درجة الحرارة سهلة معرفة، سهلة القياس والفهم، إضافة إلى أن درجة الحرارة نقدر نستنبطها أو تقريبي نعرفها قبل ما نبدأ في أعمال الاستكشاف، أي قبل ما نبدأ أعمال الحفر. يعني بالطبيعي إن لو قلنا ريزرفوار نبي نحفر لباش نوصل للريزرفوار، وذلك عن طريق إيش؟ عن طريق الجيو ثيرمومتري، وهي علم لدراسة أو معرفة درجة الحرارة والضغط الموجود عندها في الريزرفوار. وطبعا في عدة تصنيفات وتنوع وفقا لدرجة الحرارة، يعني حتى درجة الحرارة يعني في بحات كل واحد داير تصنيف معين لدرجة الحرارة باختلاف أرقام بالنسبة لأرقام درجة الحرارة. على سبيل المثال عندي هنا في الجدول اللي تحت، وقبل ما نتطرق للجدول طبعا أغلب تصنيفات درجة الحرارة تصنف إلى low temperature, intermediate temperature و high temperature. low, intermediate and high. فنجي للجدول اللي تحت على اليسار، العمود اللي على اليسار هو قائمة بالعلماء اللي كل واحد أو البحات كل واحد وفقا للدراسة اللي دارها شنو هو في منظورة التصنيف المناسب لدرجة الحرارة. فلاحظوا في اختلافات، طبعا low temperature في اللي يقول أقل من 90 درجة، في اللي يقول أقل من 150 و 125 و 100، الانترميديت ما بين 90 إلى 150، ما بين 125 إلى 225، ما بين 100 إلى 200، والهاي تمبرتشر في اللي صنفها إلى 100 أكبر من 150 درجة، وفي اللي قال لا 200، وفي اللي قال 225. فالموضوع في تناقض طبعا وفقا لدراسات كل باحث. باحث آخر يسمى سانيال في 2005 قام بتقسيم الجيوثيرمال سيستمز إلى 7 مجموعات، تبدأ من نون إلكتريكال جريد يعني غير صالحة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهي تكون أقل من 100 درجة مئوية، وتتدرج إلى أن توصل إلى حوالي 240 درجة مئوية اللي توصل فيها أو يوصل فيها الريزرفوار إلى الستيم فيلز، يعني وصل إلى مرحلة بخار الماء، يعني لا وجود لليكويدز أي لا وجود لسوائل. من عيوب تصنيف الجيوثيرمال سيستمز وفقا لدرجة الحرارة فقط ان لا يتم احتساب درجة الحرارة الفعلية على رأس البئر يعني على السطح، إضافة الى ان ممكن تو جيوثيرمال سيستمز على نفس الريزرفوار، يعني على نفس درجة حرارة الريزرفوار، يعني تو جيوثيرمال سيستم على نفس درجة الحرارة، واحدة منها ممكن تنتج لي ستيم والأخرى ممكن تنتج لي ووتر. المشكلة هنا في اختلاف الضغط اعتمادا على الضغط، يعني درجة الحرارة ما هيش بقياس، يعني ممكن على نفس درجة الحرارة للريزرفوار اللي توجد تيرمال سيستمز واحد ينتج لي ستيم والآخر ينتج لي ووتر نتيجة لوجود في ايش؟ نتيجة لوجود اختلاف الضغط أو اعتمادا على الضغط، يعني الضغط هنا ممكن أعلى من الضغط.
آخر شيء في درجة الحرارة بنوضحه أن البحات اختلفوا في درجة الحرارة. يعني نلاحظ في الشكل القدامي هذه، هو ملخص لتصنيفات أغلب تصنيفات درجة الحرارة لمجموعة من البحات، كل واحد حط قياس التصنيف متاعه بناء على أرقام معينة. فلاحظوا أن اللو بداية في الأعلى تختلف عنها عن هوستين في 1988، عن ريباك في 1981. أيضا انترميديت، لاحظ أن انترميديت صنف ما بين 100 إلى 200، بينما مافلر أند كاتالدي صنفوها ما بين حوالي 95 أو 90 إلى 150. أيضا فيه اللي قام بتحوير، يعني حط بدل من low intermediate high، أغلبهم صنفين low intermediate high، في اللي صنف non electrical very low، low moderate high and ultra high. فلا يوجد إجماع على درجات حرارة ثابتة تصنف عليها. الطريقة الثالثة في التصنيف هي التصنيف على حسب الانتالبي، انتالبي classification. الانتالبي يعرف أنه هو إجمالي الطاقة الداخلية للنظام وناتج الضغط والحجم للنظام. الجدول على اليمين يوضح تصنيف الجيوثيرما سيستم على حسب الانتالبي. فنلاحظ العمود على اليسار يمثل الكاتيجوري اللي هو سيستم تايب، نوع التصنيف. أول شيء عندي صنفنا وورم ووتر لو تمبريتشر وهوت ووتر انترميديت تمبريتشر، ثم تجي تو فيز ليكويد دومينيتد. تو فيز مقصود بها وجود حالتين، وجود نوعين من السوائل أو وجود سائل وبخار ماء. فأما ليكويد دومينيتد فمقصود بها أن السائل هو للسائل، نعم يوجد حالتين لكن السائل هو للسائل في الحالة هذه. فصنفناها إلى سب جروبس، لو انتلبي، ميديوم انتلبي and هاي انتلبي. ثم جي تو فيز فيبور دومينيتد، الحالة هذه وجود نوعين من السوائل لكن بخار الماء هو للسائل على عكس السابقة. العمود على اليمين هو يبين لك درجة الحرارة، ثم العمود اللي بعده يبين لك قيمة الانتلبي. درجة الحرارة طبعا تبدأ بالنسبة للورم ووتر أقل من 120، الهوت ووتر من 120 إلى 220، وهكذا بالنسبة لباقي التصنيفات. كذلك الأمر بالنسبة للانتيوبي. العمود على اليمين أقصى اليمين الهيت ترانسفير، نقل الحرارة، طريقة نقل الحرارة بالنسبة لكل كاتيجوري أو لكل سيستم تايب. طبعا بالنسبة للورم ووتر فالكوندكشن هو الأساس، وبوسيبل أدفكشن. بالنسبة لي ما أعرفش الأدفكشن، أدفكشن هو forced convection when gravity force fluid through the permeable rock it is called advection and these are referred as downflows. يعني هي قوة الجاذبية لما تجبر إن السوائل إن هي يعبر خلال الصخور المسامية عكس الجاذبية، يعني سوري مع الجاذبية الأرضية. ففي الحالة هذه يسمون فيه advection. نرجع للهيت ترانسفير، طبعا بالنسبة للورم ووتر قلنا الكوندكشن هو الأساس، وفي possible advection و no convection، لا يوجد إيش convection transfer. الهوت ووتر الكونفكشن هو الأساس فيها with some conduction. وكذلك الأمر بالنسبة لباقي القراءات، ممكن نسطوهن بالخطوط هذه عشان تقدروا تميز كل واحدة عن الثانية. وعفوا بالنسبة للخط الفاصل هنا هيكون عبد النقطة هذه هي، إذ أن في الـ two phase liquid dominated في low enthalpy هتكون strong convection some advections with some conduction، وبالنسبة للميديوم انتلبي هتكون moderate convection moderate advection with some conduction. أما بالهاي انتلبي هتكون moderate convection high advection with some conduction. أما بالنسبة للتو فيز vapor dominated راح يكون فيه heat transfer، عامل نقل الحرارة فيه هو negligible convection، يعني العامل convection هنا ضئيل جدا لا يذكر، with high convection with high advection and conduction. طبعا طريقة الانتلبي تسمح باستنتاج ناتج طاقة الأبار الحرارية بشكل بسيط، وذلك بعد إجراء اختبارات الانتاج حيث يتم من خلالها قياس التدفق والانتلبي للمعنى. وهذه هي ميزة الانتلبي classification. التصنيف الرابع
هو بناء على الاكسيرجي، اكسيرجي كلاسيفيكيشن. الاكسيرجي يعرف انه هو مقدار او كميه العمل التي يطبقها ويمارسها النظام عندما يتم وضعه في حاله توازن ترموديناميكي مع بيئته او البيئه الموجود فيها. مخطط تفصيلي، مخطط تصنيفي مبني على The exergy of the fluid at the wellhead، مبني على مقدار الاكسيرجي في السوائل على رأس البئر يعني على سطح الأرض. اقترح بواسطة العالم لي في 2001 أو تم وضع بواسطة العالم لي في 2001. أيضا الاكسيرجي نقدر نعرفها كتعريف تاني إن هي the maximum work available in the fluid، هو أقصى شغل متوفر في السائل واستثنى منها الطاقة الموجودة في السائل تحت درجة حرارة معينة. إذا التعريف الأول يمشي والتعريف الثاني حتى هو يمشي. هذا لي قام بوضع specific exergy index على ال enthalpy entropy diagram، وصنف الجيوثيرمال سيستم as low exergy, medium exergy and high exergy، مثل ما موضع عندنا في الشكل رقم 2 enthalpy entropy diagram for exergy classification scheme. إذ إن المحور الأفقي يمثل specific entropy والمحور العمودي يمثل لي specific enthalpy enthalpy، ولاحظ اللو exergy والميديام والهاي exergy. شو ميزة الاكسيرجي classification؟ إن هي تأخذ في الحسبان الحالة السائل أو حالة السائل على سطح البئر، لكن من عيوب الاكسيرجي إن هي تميل إن هي تبالغ في القيم التشغيلية أو الفعالة لعمل الباور بلانت اللي هي محطات الطاقة، يعني في مبالغة في القيم، مبالغة زائدة. أيضا مثل الانتلبي كلاسيفيكيشن، الإكسيرجي كلاسيفيكيشن only can only be used after the wells have been drilled and tested، يعني ما نقدرش نصنفها إلا لما يتم الحفر ونستخرج القيم ثم نصنف الجيوثيرمال سيستم اللي عندي على أي أساس، أي على أساس. التصنيف الخامس والأخير عندنا هو تصنيف United Nations Framework Classification for Resource، أي تصنيف الأمم المتحدة الإطاري للموارد. تم تطوير تصنيف الأمم المتحدة الإطاري للموارد عام 2009 كمخطط قابل للتطبيق دوليا لتصنيف كل من موارد الطاقة والمعادن، حيث وضعت الرابطة الدولية للطاقة الحرارية الأرضية اللي هي الـ IGA مواصفات لتطبيق تصنيف الأمم المتحدة الإطاري للموارد على موارد الطاقة الحرارية والأرضية الحرارية الأرضية، يعني استخدمت مواصفات الأمم المتحدة لتطبيقها على موارد الطاقة الحرارية ليتم عمل تصنيف بناء على مواصفات الأمم المتحدة. هذا التصنيف طبعا متعدد الأوجه وله ثلاث فئات. الفئة الأولى هي بناء على الجدول الاقتصادية والاجتماعية. الفئة الثانية بناء على حالة المشروع الميداني ومدى جدوى هذا المشروع، يعني حالة المشروع وجدوى. والثالثة اللي هي المعرفة الجيولوجية. ويعتبر في أن هذا التصنيف مفيد في سياق التقارير العالمية عالية المستوى. وهيك إن شاء الله نكون كملنا الجزئية الخاصة بالكلاسيفيكيشن أو الجيوثيرمال سيستمز، وإن شاء الله تكون الصورة واضحة للجميع، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.